في أجواء من الفرح والبهجة، تم تركيب شجرة عيد الميلاد في مدينة الناصرة، حيث اجتمع الأهالي والطلاب حولها والتقطين لها أجمل الصور. هذه الأجواء هي فرصة لتعليم فن التصوير الذي يربط النفس في الطبيعة ويعلم التنسيق ما بين الأفكار والتطبيق العملي. من أهم الشغلات اللي مهم ذكرها عن التصوير إنه هو بيساعد على التركيز الخارجي بدل من الوقوع بالأفكار اللي متراكمة بحياتنا واللي بداخلنا. فالتصوير بيساعد على اقتحام الخارج من خلال التواصل مع البيئة المحيطة، سواء كان مع البشر أو الطبيعة أو غيرها من أشياء. فالتصوير بيمنح فرصة لكل فرد إنه يبحث عن جمال العالم من جهة، ومن جهة تانية إنه يغير نظرته لكل شيء بدور حواليه ويستكشف أمور جديدة. فاليوم بيصادفنا تركيب شجرة الميلاد مدينة البشارة الناصرة، وإحنا استغلينا هاي الفرصة إنه نوثق أجمل لحظات ونصور أحلى الصور، لأنه العيد بيميزه الزينة الحلوة وبهجة الألوان والأطفال وضحكاتهم. فهذا أكثر إشي ممكن يستمتعوا فيه أطفال دورة عمرتي إنهم يصوروا ويوثقوا. في أجواء تركيب شجرة عيد الميلاد اجتمع طلاب يتعلمون فن التصوير لالتقاط أجمل اللقطات المعبرة عن جو الفرح والسعادة وبالأخص جو الأعياد. وإحنا اليوم بجولة تصويرية من دورة كمرتي، قاعدين نصور تركيب الشجرة، قاعدين نصور الفرح اللي بوجوه الأطفال والشجرة وهن يركبوها. في طبيعة كتير حلوة ومع ضحكة الأولاد. أنا بحاول بكل قدراتي إني أطبق إشي تعلمت، أحجام اللقطات، كل إشي تعلمناه بالتصوير. وطبعا كتير مهم الألوان، العيد الميلاد، ضحكة الأطفال اللي حلوة، وكل إشي وكل سنة سالمة. تطوير المهارات التصويرية لطلابنا والتشديد على أن الإبداع يبدأ في الصغر هما أمران يجب التشديد عليهم لتطوير الحس الفني لدى الطالب. وما أجمل أن نرى العيد في عدسة أطفالنا التي تعكس رؤيتهم الطفولية.